اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر، حضرتك كنت بتكلمني دلوقتي على التحكيم في قطر وان هم الناس شغاله وهطلع منه لكلاتنبرج. طيب كابتن، عشان نعمل مقارنه عشان كل الناس تشوف احنا برنامج النهارده، انا اعتقد برنامج مهم جدا وكل الناس بتتابعه الحمد لله. خلينا نشوف قطر وهي بتستضيف كاس العالم. المفترض الناس كلها رايحه بتقف مع الناس وكده، ولكن هنا بيتم عمل ده اسمه كابتن اسلام تدريب عملي في الملعب. اوكي، طب هقول لك على المفاجاه النهارده. هو النهارده عمل جاتنبرج عمل واحده واحده، عمل اجتماع عبر الميتنج زوم مع او زوم ميتنج مع الحكام المساعدين. اوكي، 10 دقائق. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ الفتره اللي فاتت 3 اسابيع عندكم عندكم مشكله في التمركز. اوكي، تمركز بعض الحكام عندها مشكله في التمركز. ممكن تجيب القرار صح بس تمركزك خاطئ. اذا حل مشكله التمركز انا اشتغل عملي. الله اكبر عليك. كابتن اسلام، هو ده الشغل الحكام. اوكي، طب انت النهارده شهر اجازه بتقول للحكام انت عندكم مشكله في التمركز وانت مسافر، طب مين هيشتغل مع الحكام ده في ميدان اللعب؟ دي حاجه. احنا بنعمل كنا بنعمل يا كابتن اسلام، يمكن شريف كان بيتابع، كنا بنجيب الحكم بنعمل مباراه شباب، بنجيب الحكم بنديله اختبارات. أوكي، تمركز، تحرك، قراءه، المساعد ازاي يروح على الخطوط يواجه. أوكي، الملعب، تمركز صح، بنصور الكلام ده كله. بنطلعه بعد المباراه بنعمل فيدباك في القاعه، يعني من القاعه كابتن محمود للملعب ومن الملعب للقاعه. ده شغل التحكيم طبعا. هنا قطر بتشتغل النهارده ايه؟ هي بتسيب كاس العالم ومعاها الحكام تتدرب. عشان كده حضرتك بتقول انها بتشتغل 2030 بالظبط كده، مفيش توقف. انا النهارده مش حاضر الزوم 26 و30 وجميل، بس انت النهارده ما قعدتش طيب. ما نزلتش مره ملعب. طيب كابتن شريف، وهنا كابتن ناصر بيتكلم على ان كلاتنبرج يدير التحكيم من خلال الانترنت او من خلال الزوم ميتنج. بالظبط، خلاص. هل ده ممكن؟ لا، هو طبعا الافضل التدريب العملي. انا يمكن حضرت رحت قطر كذا مره. كابتن ناصر بيتكلم على قطر. كابتن ناجي جويني، ناجي جويني ده علامه كبيره في عالم التحكيم العربي والعالمي. الحقيقه طبعا انا شفت بنفسي الشغل ده كله بيتعمل للحكام. الحكام ادي النتيجه، ان في طقم واحد في الفيديو فراحوا رايحين كاس عالم. فطبعا ده الشغل المفروض يتعمل، لازم الشغل العملي، ولازم ان انا اوري الحكام كمان افرجهم على ازاي يتحرك في الملعب، وبعدين اطبق في الملعب برضو ان انا انزل اشتغل معاهم في الملعب واشوفهم قدامي هم بيجروا واعدل من اي غلط بيحصل. ده الشغل الصحيح، لكن اللي هو العمل في الملعب اللي في الملعب. أوكي. انا لكن حضرتك بتتفق مع كابتن ناصر؟ طبعا بتفق معاه طبعا. طيب خلاص بقى هنمشي كلاتنبرج يا استاذ محمود، بما ان الموضوع كده، بما ان الموضوع زي ما كابتن ناصر بيقول وزي ما كابتن شريف بيقول، ودول هم اللي ايديهم في التحكيم وعارفين التحكيم ماشي ازاي وعارفين اللي بيحصل في التحكيم. والله يا كابتن ناصر في ماتشات بيجي يقول لي فلان وفلان وفلان، طيب بص هيحصل 1 2 3 ويحصل 1 2 3 بالظبط في السنه اللي فاتت بالظبط. خلي بالك، فبالتالي هو راجل حافظ وعارف. كابتن شريف نفس الكلام، خلاص يبقى ماشي كلاتنبرج بقى، ونقول ان هو راجل، ان هذه التجربه هي تجربه فاشله، ونرجع حد من الكباتن الكبار سواء الكابتن جمال او الكابتن عصام او اسم اخر. النهارده سمعنا اسم كابتن محمد فاروق، ما اعرفش ليه فجاه لقيت اسم كابتن رجل محترم ولو كل التقدير. انا بتكلم نلاقي اسم كابتن محمد فاروق، وقبلها لقينا اسم كابتن سمير عثمان ان هو رفض، وهو حتى الكابتن ناصر اللي قال هذا الكلام او قال لي هذا الكلام كده. طيب خلاص، يبقى احنا جبنا كلاتنبرج. هل وجود كلاتنبرج معناه انه بيقلل من الحكام المصريين؟ هو بيتقال كده يا كابتن؟ انا لا كدا. انا بالنسبه لي لا. لا طبعا انا اسلام لا، لكن الكلام اللي انا كلمت ناس كتير واتكلمت مع ناس كتير بيقولوا لي كده. حلو الكلام. معنى ذلك ان انا اجيب لاعب محترف يعني ان انا مش مقتنع باللاعب اللي عندي. لما اجيب لاعب محترف يبقى مش مقتنع باللاعب اللي عندي، مش نافعين. لما اقول المقياس ده، لما اقيس كلاتنبرج هيعلي لي من التحكيم الوطني بتاعي، يبقى اللاعب الاجنبي اللي انا جايبه مش يعني لعيب احسن من اللاعب اللي عندي. لكن انا جايب اللاعب اللي عنده ده او المدرب نفس الكلام. او المدرب جايبه ليه؟ يا بيطورني يا بيعلمني حاجه، صحيح، يا بعرف استفيد منه واطلع منه بحاجه اضيفها نقله. طيب الراجل ده عمل ايه رغم الحمله اللي اتعملت عليه وما زال يدبر له مكيده منتظر بس وقع بس اتفرج اللي هيحصل معاه. بس هو برضه يا استاذ محمود الصح صح والغلط غلط، يعني هو ينفع ان انا عندي شهر اجازه اسافر واسيب التحكيم؟ انت اللي اتفقت معايا يا فندم، هو اتفق معاك ولا مش اتفق معاك؟
مين؟ هو كابتن جبل مع اللجنه مع الاتحاد. هو ده اللي بيتقال ان هناك اتفاق اتفق معاهم ولا ما اتفقش معاهم؟ بيقولوا يعني هو من نفسه ولا لما جه عمل العقد قال لهم عملوا حسابكم ان انا في كاس العالم هاخد اشهر. انا جيت ولقيت ان مستوى التحكيم بهذا الشكل. ما انا بضرب لك مين أنا المسؤول؟ انا عندي شهر اجازه. مسؤول اتحاد الكوره بيقول لك كابتن ناصر مسؤول اتحاد الكوره كابتن اسلام. كابتن اتحاد الكوره ما كانش يسمح له. تسمح لي طب كابتن محمود انا النهارده الشهر ده اولا انا هسال سؤال، هل المدير الفني النهارده لاي نادي بيشتغل مع لعيبته من خلال الاونلاين ولا بينزل معاهم الملعب؟ ده بينزل معاهم الملعب. ليه؟ ليه؟ ان هو قايم اداء اللاعب، شوف تحركاته، بشوف وزنه، بشوف بيأدي ولا هو ده الشغل. ما انا بتكلم حضرتك على حاجه، دي نقطة. اتعاقد مع النادي على ايه؟ دي النقطة التانية. صار فن... لا لما وقع العقد معاه مش في شروط يا فندم؟ طيب طيب هل هو جه في الشهر كمان اللي انا عارفه في هذا الامر ايه؟ ان هو خلال الشهر ده كاملا هيتابع يوميا صبح وضوء. ما هو ده اللي اتقال، ده اللي اتقال لي. ده بدون مرتب؟ هي دي الاساسيه؟ هو اتقال لي كده. هو ده الهدف؟ لا ده مش عارف كده. اصل هقول لحضرتك حاجه، ما هو معلش يا استاذ محمود، ما هو خلينا نتكلم براحه عشان نوصل للنقطه. ما يا فندم انا بكلمك، النقطه اللي طلعوا لهم بايه؟ انه الاجازه دي بدون ايه؟ مرتب. كل التركيز في مين؟ في الفلوس، المرتب. الهدف يا كابتن اسلام المفروض الهدف الاسمى من التعاقد مع الراجل ده تطوير التحكيم، ان انا اطور. طيب الراجل عمل حاله وشفنا ان هناك تطوير. في حاله حاله دلوقتي. طب انت دلوقتي ايه؟ في لعب رغم انه البعض فيما غلط، سواء من بعض الحكام اللي بلغوا في الامر وما رضوش يطلع انذار ثاني وتم توجيه اللوم، وفي بعض مساعدين برضو خدوا قرارات للاسف كانوا مستعجلين فيها. لكن صحيح. الهدف ايه يا كابتن؟ هل ان انا الهدف على المسابقه الحاليه، ولا انا جايب الراجل ده عاوز اطور واكبر، عايز اطور واطلع ودي خبرات اطور خبرات. انا من وجهه نظري كان قبل كده رحمه الله عليه كابتن سمير زاهر، وتحمل مؤتمر صحفي كبير جدا وقتها فتره التسعينات، ان احنا نعمل اكاديميه للتحكيم. اكاديميه للتحكيم نجيب الحكام صغيرين، من زي ما بنجيب اللعيبه الناشئين هنجيب، هنختار ناس في ناس عندها شخصيه. أوكي. انا شايف انه رقم واحد في الحكم من وجهه نظري شخصيه الحكم. اوكي. اذا لم يكن الحكم لديه شخصيه قويه مش هيستطيع يا كابتن يقف قدام الاهلي والزمالك، لانه في حكام ده احنا بنشوفهم قدام الاهلي والزمالك بيتحولوا بامانه شديده الى حاله من ايه؟ حساب القرارات، بياخد تفكيره شويه. لكن في بعض الانديه انت بتشوف حاجه، مش عايز اقول لك اسمه، واقول لك اسم اثنين ثلاثه، تلعب على الانديه الصغيره بتاع منفعل ويعمل لك كده بايده ويجري ويعمل لك حركات ليه؟ لكن مع الانديه الثانيه اللي عارف ان وراها جماهيريه بيحسب حساباته. اذا لم يكن يا كابتن بامانه شديده اتحاد الكوره محق، ولو عمل حاجه واحده فيه حتى تنتهي مدته، انه طور التحكيم بس، وانه عمل بند في اختيار الحكام، وانك انت دلوقتي داخل على مرحله انت عندك في 60 حكم من القدام معاهم ابنائهم 60 حكم شباب طالعين، فيهم ناس سكنت وفيهم ناس منتظره الفرصه، وفي ناس تانية ما عندهاش واسطه ولا ما عندهمش حد يسندهم، على فكره منتظرين فرصه وما حدش بص عليهم. الموضوع اكبر واخطر يا كابتن. كلاتنبرج جه حرك شويه كده، الكل قاعد مترقب، لكن الحكام من الداخل شعروا بفرق، انه في حد ايه يقول لك الماتش مثلا بتاعك زمالك كابتن شريف قبل 3 4 5 ايام يقول لك خلاص انت حكم ماتش الاهلي استعد. العكس كان بيحصل، يجي لك ليله المباراه يقول لك انت بكره بعد بكره عندك الاهلي وسيراميكا. تفاجئوا انت 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 في الفتره الحاليه دي، اذا لم يكن اتحاد الكوره لديه الرغبه في انه ينقل التحكيم نقله اخرى، وانه الناس يبقى عندها نوع من الضمير، لابد زي ما انا بطور كره القدم اطور المفصل الاساسي فيها الحكم، واعمل له ايه؟ زي ما بجيب طاقم تحكيم اجنبي. طيب. اجيب التحكيم الوطني بتاعي انزله في فندق واعمل له عربيه اتكلمنا في هذا الامر اقول لك اهو اديله نفس المميزات. طيب.